بغيت اولا نوضح قناعه سياسيه عندنا. احنا ماشي ضد المعارضه، بالعكس، منذ اليوم الاول يعني ديال التشكيل ديال الحكومه كنا دائما حريصين ان تكون عندنا معارضه قويه كتمارس الادوار ديالها، وقمنا بعده لقاءات تشاوريه مع احزاب المعارضه في البرلمان للانصات لتصوراتهم والمقترحات ديالهم، وكنا كذلك حريصين على ممارسه ديال كل طرف للدور ديالو وفق يعني الاعراف الدستوريه. وفي نفس الوقت واجهنا بكثير من الحزم، التمييع والنقاش المبتذل والشعبويه وممارسه المعارضه باسلوب يسيء لمكتسبات بلادنا. احنا وهذا غير موجه للمعارضه كلها، يعني كاين داخل طرف من المعارضه كاين اطراف، دونك حنا كنحاول يعني نتكلف سميتو. والسيد الامين العام البرلماني بعد شتو انتقل من الشعر الى التهييج، ولكن راه مسؤوليه. واش السي وزي، واش عارف انت بانك جيتي من بعد السي العنصر وبانك عندك حزب كبير قدو قداش؟ راه كبير هذاك الحزب ديال سميتو، راه مسؤوليه كبيره. يعني انه تاخذها بحال هذا الكلام ديال التهييج ديال المواطنين وهذا، يعني راه باز. انا نقول لك باز، انا مسؤول وعندي مسؤوليه في الحزب، وكنعرف اش كنقول وكنعرف اش كنوزن.